اللبؤة أو أنثى الأسد هي عضو مهم في عائلة السنوريات وتعرف بدورها الحيوي في الصيد وتربية الأشبال. تعيش اللبؤات غالبا في مجموعات تعرف بالزمر، وتتميز بقدرتها على الصيد الجماعي الفعال. إليك بعض المعلومات المثيرة عن اللبؤة. الحجم والمظهر. اللبؤات أصغر حجما من الأسود الذكور، ولا تمتلك اللبدة، وهي الشعر الكثيف الذي يحيط بعنق الذكور. الصيد. تعتبر اللبؤات الصيادات الرئيسيات في الزمرة، وغالبا ما تصطاد في مجموعات للإمساك بفرائس كبيرة مثل الحمر الوحشية. السلوك الاجتماعي. تظهر اللبؤات سلوكا اجتماعيا معقدا، وتتعاون في تربية الأشبال وحمايتها. التواصل. تتواصل اللبؤات مع بعضها البعض ومع أشبالها من خلال مجموعة متنوعة من الأصوات والإشارات الجسدية. تعد اللبؤة رمزا للقوة والشجاعة في العديد من الثقافات، وهي تلعب دورا حيويا في النظام البيئي لمواطنها الطبيعية. فضلا لا أمرا الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.